السلام عليكم إخوان، تحياتي وثم تحياتي. الآن أتيكم بواحد الوصفة، واحد الماكلة روعة روعة. الآن عندي الدجاج، ياك الدجاج ديال ونغسلو مزيان. كنجيبو لواحد البلانكان اخرى كيما كتشوف في الدجاج، كنجيبو لواحد البلانكان اخرى. واحد الماكلة واعرة لا يديرها ما يشبعش منها كيما كتشوفو. عندي هنا البصل، ياك بصلة، عندي بصلة وحدة، بصلة وحدة على كنا. عندي هنا تومة، جوج تومات كما كتشوفو، هما تما كنخويهم هنا. شنو عندنا اخر؟ عندنا السمن، السمن الحار، السمن الحار. كنديرو واحد شي حاجة، معلقة هانتوما، كنزيدو شوية السمن. كاين عندنا واحد العشب كيتباع عند العطار، فيه الزهر والقرفة وفيه المواد. كنديرو واحد معلقة، كنديرو معلقة، معلقة، نقدرو نديرو معلقة، نقدرو نديرو معلقة ونص على حسب الدجاج شحال عندنا. نقدرو نديرو معلقة، معلقة ونص، ياك. كنشدو عاوتاني الزيت، كنرشو واحد شوية. احنا رشينا شويه د الزيت، دابا كنديروا العمليه ديال التحريك باليدين باش هذاك العشوب انا كنحرك كما كتشوفوا الاخوان. ها انتوما نستني نتحرك، شمو لا ريحة. أوه شحال زوينة. نشدو واحد المقلة، أنا درت مقلة صغيرة وكنستفو هاد الشي هذا هنايا. هاد البصلة هادي اللي شادت كنديرها من الفوق، ياك نغسلو الكرينة مزيان. ها هنا الإخوان، غندخلها للفران ودخلوها للفران، ومن تاكلوها ردوا عليا الخبر. وتحياتي لكم، بركه من كنهضروا على كورونا، انا جبت لكم شويه ديال الشهاوي، شويه ديال الشهاوي. تحياتي لكم، السلام عليكم اخوان.